قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم بك نستنصر فانصرنا، إليك نلجأ فلا تطردنا، عليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين. اللهم حبب إلينا لقاءك، وسهل علينا قضاءك، وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. آمين آمين. عباد الله، ما زلنا مع أسماء الله الحسنى، وشنا في الحصة السابقة شنا اسم من أسماء الله قبل الجمعة الفارطة اللي هو الواجد، ونحن اليوم إن شاء الله مع الماجد جل جلاله. تروينا الإمام مسلم صحيح ديالو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى رفع راسه من الركوع تيقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالله جل في علاه هو وحده من خلال هذا الدعاء هذا اللي تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع، هو وحده دون غيره اللي تيستحق باش غادي يتليو عليه ونمدحوه، لأنه تيستاهل هذاك الشيء، وأنه سبحانه وتعالى هو اللي تيستاهل المجد اللي هو النهاية ديال الشرف والشرف ديال الذات. إلى اقترن بالحسن ديال الفعال تيتسمى مجدا، فما كاين شي واحد في الكون إلا نظرتي ليه للذات ديالو تتوجدو ناقص في شي جانب من الجوانب. لهذا ما كاين شي شرف تيعلو على الشرف ديال الذات العالية ديال الله سبحانه وتعالى. وإلا نظرتي لشي واحد في الكون كله فالصفات ديالو شحال ما كانت سامية فراه تتعتبر قل وما تدانيش وما تتقادش مع الصفات الأجلية اللي هي الصفات ديال الله جل جلاله. أما الأفعال فشحال ما كانت حسنة فالخالق ديال هذه الأفعال الحسنة هو الله، لأنه هو الخالق ديال الموجودات واللي وجد الكائنات، وذاك الحركة والسكنات ما هي إلا من الله سبحانه وتعالى، لا حركة ولا سكون إلا بإذن الله. فهو سبحانه وتعالى الفعال على الحقيقة، هو وحده سبحانه وتعالى اللي عنده الكمال المطلق والعز الباهي، وعنده الجمال في الأوصاف والأفعال، واللي هو تيتصف بهذه الصفات هذه هو اللي يستحق
اسم الماجد جل جلاله. فالماجد من المجد بمعنى المجيد، بحال كي تنقولوا العالم والعليم، تنقولوا الماجد والمجيد، ولكن الصيغه ديال المجيد هي اكثر مبالغه من الصيغه ديال الماجد. وسبق لينا في السلسله ديالنا ديال اسماء الله الحسنى شنا اسم الله المجيد وفسرناه وبينا ان هذا الاسم هذا المجيد تنصبه في القران مقتارا مع اسم الله الحميد، وبينا العله والحكمه في اقتران ديال المجيد مع الحميد. اما الاسم ديال الله الجليل اللي هو الماجد فما وردش في القران، بحاله بحال الواجد ما وردش كذلك في القران. وهنايا شنا ان الواجد فسرناه في الاسبوع في الحصه السابقه، في الاسبوع قبل من هذا الاسبوع هذا فسرنا معنى ديال الواجد. وإلا كنا عرفنا الحكمة من اقتران الحميد بالمجيد في آيات عديدة وأحاديث كثيرة، فمن الحكم الربانية اللي ما تتعدش وما تتحدش وما تتحصاش في الإرادة ديال الماجد اللي جاء بعد الواجد، رغم أننا شنا المجيد هو أن الله عز وجل وردنا المجيد باش يأكد لنا معنى الواجد. فالمعنى ديال الواجد جل جلاله، إلا كان الواجد هو الغني فالماجد هو المغني، فالواجد هو الغني والماجد هو المغني، فهو سبحانه وتعالى مع القدرة دياله كثير ديال الجود دياله، واسع الرحمة دياله، عظيم الإحسان دياله. فالماجد جل جلاله معنى أنه عظيم الجاه، جليل الصفات، حسن الفعال، شريف الذات، علي الهمة، جواد سخي سبحانه وتعالى. وهذه الصفات هذه كلها اللي شنا اللي هي العظمه واللي هي الجمال ديال الصفات واللي هي حسن ديال الافعال واللي هي الشرف ديال الذات واللي هي العلو ديال الهمه واللي هو الجواد والسخاء، هذه الصفات كلها ما تتجمع في شي مخلوق كما كان قطو الا في الانبياء عليهم السلام اللي عنده واحد النصيب وافر من هذه الصفات هذه. اما الماجد والمجيد جل جلاله فهما جوج ديال الاسماء، خص في الاصل ديالهم اللي هو المجد والفعل ديالهم هو الجود. وردت في القران الكريم ايات كريمه تدل على المعنى ديال المجد وعلى العظمه ديال الماجد، فهو سبحانه وتعالى لتعامل العباد ديالو بالكرام والجود وتيتجلى لهم بالنور ديال الوداد. من هذه الايات هذه اللي وردت في القران وتدل على اسم الله الماجد اللي هو تيدل على النور ديال الوداد اللي داروا سبحانه وتعالى في وسط العباد، ما ورد في سورة البروج. هذه السورة الكريمة اللي هي قسم وحلف فيها سبحانه وتعالى على أن البطش دياله شديد بالطغاة المتمردين على الخلق ديال الله وعلى العباد دياله، وأن الأخذ دياله إلى أخذ الجبابرة والظلمة فهو شديد، بحال قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى متى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ما تقولش أمة ولا شي دولة ولا شي بشر، أنا راه عندي وعندي وما كاينش اللي قد عليا. فإلا أخذ الله عز وجل شي أمة، والدليل على ذلك ما تشهد به كتب التاريخ ديال الأمم السالفة كي كانت العاقبة ديالها نتيجة الطغيان ديالها. فالله عز وجل هنا تيقولنا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالقول ديال الله عز وجل إن بطش ربك لشديد هو الجواب ديال الحلوف اللي ورد في الاول ديال السوره اللي هي: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. على اش حلف؟ احلف على ان البطش ديال الله عز وجل شديد. وما بين الحلوف وما بين داك الشيء علاش حلف، جاي واحد المعترض تاكد لنا القسام. هذا الشيء اللي جاء في هذا الاعتراض هذا اللي تاكد لنا القسام هو الحادثه ديال اصحاب الاخدود. والاخدود هي ديك الحفره اللي دايره بحال الساس اللي هي عظيمه ومستطيله في الارض. الموضوع ديال هاد اصحاب الاخدود هو ان واحد الفئه من المؤمنين السابقين على الاسلام قيل هما من النصارى الموحدين تبتلاو بالاعداء ديالهم الطغاة الشريرين وبغاوهم باش غادي يخليو العقيده ديالهم ويرتدوا على الدين ديالهم، وهذوك الفئه القليله امتنعوا وتمسكوا بالعقيده ديالهم. اش داروا اليوم الاخرين؟ حفروا لهم واحد الحفاري
بحساس وعمروها بالعافية ولحوهم فيها وعيطوا للناس باش يتفرجوا في ذاك الشيء وهما باش يتمتعوا بهذاك الحريق اللي تتحرقوا هذيك الفئة المؤمنة بهذه الطريقة البشعة باش غادي يتلهاو الطغاة بالمشهد ديال الحريق حريق الآدميين المؤمنين. علاش داروا لهم هذا الشيء؟ هذا الحاجة وحدة الجريمة وحدة هي أنهم آمنوا بالله وحده وما بغاوش باش غادي يقدسوا شي بشر من دون الله لأن التقديس لا يكون إلا للقدوس جل جلاله. قال تعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وفي هذه الآية الكريمة تصور لنا الخالق عز وجل أن هؤلاء الطغاة قدس ديالهم ما وجدوش شي حاجة في هاد المؤمنين المستضعفين اللي هي خيبة شي خصلة ديال الشر بال عندهم السلوك مستقيم والخلق مستقيم والآداب مع الكون كله. فكان من المقتضى أن الناس تحب هذا اللون هذا ديال هاد الناس هادو ولكنهم كرهوهم. علاش؟ أتدرون عباد الله لماذا؟ لماذا؟ لأن الحقد والمطاردة ديال كل شخص مستقيم بالدين ديال الله عز وجل وما خاضعش لشي بشر إلا لله مرفوض لأنه سيخالف الأهواء ديال الناس ولأن هؤلاء فقط هادو اللي هم مؤمنين وجهوا الدينونة ديالهم على البشر لله وهذا هو اللي تيتعبهم وتيمحنهم. هادو بغاو باش غادي تكون الدينونة البشر دون الله ومن هنا تيجي الفساد عباد الله. فالفساد تيجي علاش؟ النتيجة ديال البشر تيبغي يستعبد البشر والله تيبغي يجعل البشر كلهم حرار وفينا بينهم متساويين واحد تيخدم الاخر كل واحد تيخدم من جهه الاخر وما كاينش شي واحد اللي يقول لك انا افضل من الاخر. والمقياس ديال الافضليه هو التقوى ماشي بالمنصب ماشي بالمال ماشي بالحساب ماشي بالنسب وانما بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وهذا الفساد هذا تصيب ان الله عز وجل تيقول لك فسد كما بغيتي فانت مغفور لك والعيب ديالكم ستور. ولكن في الفئه اللي هي مخسره وعندها المقاييس عوجه حيت تشوف الواحد مستقيم وشاد الطريق المستقيم سيكون عدو لها لانها هي فكشها العجينه هو ما في عجينه ما بغاش الدنيا بغى ما عند الله فما عند الله خير وابقى. والناس ما عندهمش هاد المقاييس اللي تحرك هكا ولا هكا بغيتي شي منضه بغيتي شي منصيب بغيتي شي حاجة بغيتي الدنيا لأن تقوم بعملية الإسقاط. ولكن عبر التاريخ هذه الفئة المؤمنة اللي هي ما بغات إلا وجه الله ومستقبة تكون عدوة للذي لا يريد إلا الإعوجاج لهذا تتعتبر هادو منتقم منهم والخرين دير ما بغيتي أنت مغفور ليك وكيفاش ما كان العيب ديالك فأنت مستور وكل الرشوة كيف ما بغيتي فما كاين اللي يهضر معاك وهتك الاعراض فوق ما بغيتي ونهب الاموال باي طريقه بغيتي يمكن نتفاوضوا حنا وياك. ولكن من هنا يتيجي الفساد عباد الله في كل عصر وفي كل مصر بل في الدنيا كلها. فالمصلحون الى ما تدينوش بالدينونه ديالهم البشر اللي هما رفضوا التطبيق ديال شرع الله فتيبقاو مكروهين تتحصل الحركات ديالهم وتتحسب السكنات ديالهم حتى انه تيحكى شي مقال من المقالات نشرت في جريدة من الجرائد التي تكتب باللغة الفرنسية أن واحد كان شاد الطريق ومتبوع دائما في الصباح وسط النهار وفي العشية وحدق به الحال وما صارش السند اللي هو غادي يكون جنبه لأن الإنسان ضعيف بنفسه قوي بأخيه ضاق به الحال قال ودي حيت كنت خارج الطريق ما كنت لا محظي لا حتى شي حاجة أنا رجع الحالة ديالي فجبد القرو ودا فيكني فكتب له في المحضر ولقد أصبح الآن مواطنا صالحا. علاش؟ لأنه هداك باين مشى للانحراف. أما الآخر علاش هاد السيد هذا تيتساوم ما بغاش مندا ما خافش على المندا ديالو ما بغى منصيب أش بغى هذا؟ نساو هاد الناس لأن ما عندهمش القلوب ديالهم أن كاين واحد اليوم اللي هو يوم القيامة ومن بعد منه كاين الحياة الأبدية وللآخرة خير لك من الأولى والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الناس غايبين هذا الشيء وعندهم غير المقاييس ديال الدنيا تجري على شي حاجة راك تجري على المصلحة ديالك تتصوت على شي مجبر
راه تطيب الماكله ديالك، ما كاينش شي حاجه تسمى في سبيل الله، لان هذاك الانسان الذي يتحدث عنك غايب من عنده في سبيل الله، فتعتقد الناس كلهم هكا. ولكن عبر التاريخ تتكون هذه الفئه هذه مفتونه، وهنا تشوفوا ان الصلاح تيكون من قبل الذين امنوا، تجلف كون المؤمنين توجهوا بالدين ديالهم للعزيز الحميد، لانه ليه تيتلجا الانسان، والانسان ما تيمشيش لشي جهه ضعيفه والخلق كله ضعيف، وانما تيلجا للناحيه اللي ليها الاغلبيه المطلقه والقوه المطلقه والكون كله في القبضه ديالو، اللي هو الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى المنعم اللي تيستوجب الحمد، وبعد منها الله عز وجل في هذه الصوره هذه اللي غادي يورد لنا المجيد. قالنا الله عز وجل بعد ما ورد لنا القضيه ديال اصحاب الاخدود الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. وبعد منها جاء الجواب ديال القسام اللي حلف سيدي ربي بالسماء ذات البروج وبيوم الموعود وبشاهد ومشهود، احلف باش يقولنا ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كاين واحد القراءه تنوقف على ذو العرش، وكاين قراءه تنزيد ونقولوا الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقراءه الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فالله عز وجل المجيد والله عز وجل الماجد. فيا عباد الله واش ما لفتش الانظار ديالكم قول الله عز وجل وهو الغفور الودود ذو العرش؟ وإلى لفتنا اشنو من حكمه كاين في قوله تعالى بعد هاد الطغيان ديال هادوك اللي ما بغاوش ان الانسان يعلن العبوديه لله؟ علاش جاب الله عز وجل من حكمه الربانيه وهو الغفور الودود ذو العرش؟ الحكمة في ذلك سنراها إن شاء الله بعد الخطبة بعد الجلسة الاستراحة في الخطبة الثانية. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد والسداد في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يؤمنون إيمانا يقينيا أنه لا قاضي إلا قضاء الله، ولا مانع إلا الله، ولا ضار إلا الله، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى الصحابة الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، بعد ما حلف الله سبحانه وتعالى هو غني عن الحلوف لأنه هو الغني ونحن الفقراء، هو القوي ونحن الضعاف، ولكن من رحمته بنا باش يأكدنا وانتقلنا من المحسوس إلى المعلوم، لعل وعسى يكون شي نور وشي بصيص في القلوب ديالنا ونرجعوا للطريق المستقيم ونتوبوا. حلف الناس سبحانه وتعالى ان البطش ديالو شديد، وبعد ذلك بينا انه عز وجل هو الغفور الودود ذو العرش، باش يقولنا راه الرحمه والفضل الفائض اللي هو بلا حدود ولا قيود، وهي الباب المفتوح اللي ما تيتغلقش في وجه كل عائد تائب لله عز وجل، واخا يعظم الذنب ديالو، واخا تكبر المعصيه ديالو، وبعد منها تيجي الاسم ديال الجلال المجيد. فالله سبحانه وتعالى هو الغفور الودود ذو العرش. هنايا سبق لنا في جمعة من الجمعات أن تحدثنا عن الانقلاب الناجح، وقلنا جميع الانقلابات اللي تدخل في العالم كلها باءت بالفشل، وما تتعطي الأمة إلا الضرر إلا انقلاب واحد اللي أمر به الإسلام، هو التوبة لله عز وجل. يبقى كل موظف في البلاصه ديالو ولكن يتوب لله عز وجل، ما يتناش حتى تجي شي لجنه وتراقبو، راه تيشد الرشوه ما خدامش مزيان، عنده المراقبه من الداخل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد الله بالعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه. كل نهار داير انقلاب، تمشي للدار يقول انا تعديت على ذاك المواطن، ما عطيتوش الورقه ديالو في الوقت، جاي يضرب تماره، ربما كان خدام الشمور عنده النهار كله تيخصو يخدمو، بطل ديك الخدمه، وانا قلت لي سير حتى الغدا، علاش ما نصوبهاليش اليوم؟ اش من تماره عندي واشنو كذا وكذا؟ وبقى تيحاسب راسو، حيت تكون عندنا هذا الامر هذا،
سيقول لك سيد ربي هو الغفور والودود ذو العرش الباب مفتوح ظلم كيف ما بغيتي غير عاجل عن سيد ربي وتقول لي سيد ربي انا متسيب ليك. هذا هو الانقلاب الناجح، بلا سفك دماء بلا حقد على منصب ديال شي واحد، وانما كل واحد يقول لي خصك تكون مسلم. ولكن في حقيقة ان حيث الواحد تهضر معاه تقول لي كون مسلم تيقول لك مالي انا ماشي مسلم، وتعتقد ان الاسلام هو واحد التكية تتعلق، في حين ان الاسلام هو استسلام للسلام جل جلاله الذي هو الحق سبحانه وتعالى. وبعد الغفور الودود ذو العرش قال تعالى المجيد، فالعطاء ديال سبحانه وتعالى متسع لكل مطلوبات ديال الوجود، فهو الخالق ديال الموجودات والموجود ديال الكائنات وذاك الشيء اللي فيها من حركات وسكنات، فهو الفعال على الحقيقة. لهذا عقب هذا الأمر هذا سبحانه وتعالى وهذا الاسم الجليل بالقول دياله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ما قالش فاعل، فعال لما يريد. ماشي أمريكا اللي تتبغي ولا روسيا اللي تتبغي ولا أوروبا ولا السوق الأوروبية المشتركة، الله هو المريد، هو الفعال لما يريد. فإلا شفنا شي حاجة في الدنيا راه ماشي البشر اللي دارها، وإنما الذي فعلها هو المريد جل جلاله، أما البشر فهم وسائل فقط. لهذا قال تعالى فعال لما يريد، وكل الأفعال اللي تجي من الله سبحانه وتعالى تعتبر حسنة جميلة، فهو الماجد المطلق سبحانه وتعالى. ورحم الله من قال الماجد المعبود قدس كاملا يعلو على كل الوجود كماله، رب غني عالم ذو قدرة متفرد بالذات جل جلاله، التائبون العابدون دعاهم للصالحات عطاؤه ونواله، وتضرعت زلفى إليه نجومه وشموسه وبحاره وجباله، وإذا الصباح أطل فهو بهاؤه، وإذا الوجود أضاء فهو جماله. فيا عباد الله هذا هو الماجد جل جلاله، فشنو الحظ ديالك منه يا عبد الله وانت يا أمة الله من هذا الاسم الجليل؟ إن حظك إذا عرفتي أن الماجد هو اللي عنده الكمال والعطف والعز الباهي والجمال في الأوصاف والأفعال، وتتعامل مع العباد دياله بالكرم والجود وتتجلى لهم بالنور ديال الوداد، فراه الشخص بهذا الاعتقاد هذا تترفع بالهمة دياله عن الخلائق وتتعلق بالحقائق. ومن الأمور اللي هي تعتبر مزيفة أننا تسحبنا البشر هو اللي تينفع، هو اللي تيضر، هو اللي تيحيي، هو اللي تيموت، هو اللي تيرزق، ولكن اللي تيدير هذا الشيء هو الله. فحيث أنت تثق بالماجد جل جلاله تترفع الهمة ديالك عن الخلائق كلها وتتعلق بالحقائق وتتعتمد في كل الأمور ديالك عن الماجد، وتولي بذلك هذاك الشخص ماجدا. وكل واحد تعلق الأمل دياله بالناس فهو متعلق بالباطل، لأنه كيفاش غادي يستغنى هذاك الإنسان عن الغني المغني وتيمشي لجأ هذاك الضعيف الفقير من البشر مهما اتسع ملكه وبلغت سطوته. ورحم الله من قال ربي لك المجد الفريد الخالد، ربي لك المجد الفريد الخالد، يا محسنا أنت العظيم الماجد، يا محسنا والمجد بعض صفاته، يا ربنا أنت الكريم الماجد. فيا ربنا يا ماجد يا واجد يا حي يا قيوم، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك تعلم قلة حيلتنا وضعف إيماننا، اللهم إنك تعلم غفلتنا وتكاسلنا، اللهم فقو إيماننا وأثر المحبة في قلوبنا واجمع شملنا واجعلنا يدا واحدة على أعدائنا. اللهم يا رب إنك ترى حالنا وتعلم في عالنا وترى ما في أنفسنا، اللهم فتب علينا توبة نصوحا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، رحماك رحماك يا ربي. اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن كنت تريد بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون
مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا متحيرا إلا ثبته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.